اهلا بحضراتكم مره تانية. الفقره الثانيه طبعا من البيت الكبير عندنا لقاء بنناقش فيه بعض القضايا، بنناقش فيه بعض الملفات المهمه في الساحه الرياضيه والاحداث اللي بتمر بيها الكره المصريه بشكل او باخر. طبعا دايما بيشرفنا وينورنا طبعا الاستاذ محمود صبري الناقد الرياضي بجريده الاهرام. بنرحب بيك يا استاذ محمود واهلا في البيت الكبير. منورنا دايما. قبل ما نبدا نفتح شويه ملفات وشويه مشاكل بنمر بيها. طبعا بكره ذكرى يعني رجل عظيم في الكره المصريه الكابتن محمود الجوهري، عمل جيل ولا اعظم على المستوى النتائج وعلى المستوى الوصول لكاس العالم في 90 و98. حضرتك تقول ايه في ذكرى طبعا رحيل الكابتن محمود الجوهري عن عالمي؟ لا كابتن محمود الجوهري ما بيتقالش في كلمتين، كابتن محمود الجوهري ده مجموعه كتب. عايز حلقه حلقات يعني قال عنه يكفي تقدر تقول عليه منظومه في حب الوطن. يعني كابتن الجوهري عمل حاجه يمكن احنا كنا مفتقدينها ورجع حاجه الاتفاق حوالين المنتخب الوطني. يعني فتره من فترات من الاحباط مع المنتخبات لمنتخب جيل 90 اللي حطينا على بدايه الطريق، يعني رجع الكره المصريه بعد ما كانت يعني شزت عن الطريق رجعها بسلوك. كمان قضى على ما يسمى بالاهلي والزمالك، الفتنه اللي كانت بتدور ما بين وازاي قدر يالف بين قلوب اللعيبه باساليب مختلفه، وهو كان استاذ ومعلم بالدرجه الاولى في هذه المساله. حب مصر كان بالنسبه له هو العنوان، والتأهل كأس العالم كان نتيجة التآلف والارتباط الوصل والعلاقة المتميزة بين مجموعة من اللاعبين وبين مدرب أحبوه وأخلصوا للبلد. فكان نتيجة الوصول أنه تحطينا على مرحلة بداية التاريخ في 17 نوفمبر 89، والفوز على منتخب الجزائر الشقيق في مباراة من المباريات المرعبة في تاريخ كرة القدم المصرية. كابتن الجوهري حدوته بأمانة شديدة كبيرة، يعني مجموعة مدربين كوكتيل في بعض كده، من مدرب لمهندس لمعلم لطبيب نفسي لكل، يعني مش عارف في تفاصيل يقدر يحكي عنها كثير من اللاعبين ازاي ارتبط بيهم ازاي عاش معاهم يعني مشاكلهم ازاي قدر يطلعهم ويحل من غير ما حد يشعر. لا كان في حاجه كده كابتن جوهري. انا طبعا يعني انا يعني زي ما حضرتك بتقول لو اتكلمنا على الكابتن جوهري عايزين حلقات ولا حلقات كتيره، لكن انا على المستوى كمان شخصي اتكلم بعيد عن الكوره وبعيد عن العمل المعادله الصعبه جدا، ان هو طبعا كل الناس بتحترمه وبتحبه وبتخاف منه. يعني هو زي ما بتقول كان اب لينا. كابتن محمود الجوهري كان يعني بيحب الكوره لدرجه ان هو بيتكلم 24 ساعه في الكوره، 24 ساعه في الكوره، حتى نخرج يتكلم في الكوره، يعزمنا في البيت عنده ويتكلم في الكوره. فهو كان عايش له وكان محب المصر جدا جدا جدا، وكان عنده نوع من انواع هو طبعا بيحفز بشكل اكتر من رائع، ودايما كان حاطط صوره مصر قدامه. مدرسة دايما حاطط مدرسه في الجزئيه دي. مدرسه طبعا كبيره جدا جدا في جزئيه التحفيز طبعا. وان هو بيتكلم وعمل حاجه كويسه، فتح ووسع قاعده اختيارات ما بقتش اهلي وزمالك بس طبعا. وعمل نجوم كبار يعني على مستوى مش عايز اقول اسماء عشان ما انساش حد طبعا. لكن طبعا. يعني طبعا انا واحد من ابنائه، واحد من الناس اللي يعني كان ليا الشرف ان الكابتن جوهري كان في يوم من الايام مدربي. طبعا انا يعني حزين طبعا لرحيله، لكن سعيد بذكراه، سعيد بالتاريخ اللي عمله، ودايما يعني بنفتكره بكل خير. كابتن جوهري رحمه الله عليه تاريخ بس يعني كمان من المدربين اللي عملوا يعني حاجتين، يعني هو ابن من ابناء الاهلي وتولى تدريب نادي الزمالك وعمل نقله في نادي الزمالك من موسم 93-94 لفتره بقى الفوز بدوري ابطال افريقيا والفوز بالسوبر الافريقي. عمل يعني نقل روح الاهلي وداها كمان في الطرف الثاني. صحيح، وكمان المباراه الشهيره فوز واحنا بنلعب بالناشئين امام فريق كبير زي نادي الزمالك في 85 يعني في يعني بص كمان يعني كمان كل الحاجات دي انت تقدر تدير فيها. وبعدين تقول شوف نقلته كمان الثانيه بعد كده بقى خلاص كابتن جوهري كبير يروح الاردن الشقيق فيعمل كمان طبعا. حاجة مهمة جدا، والتفاف والملك وشغلانة والوصول لدور الثمانية في كأس آسيا في مباراة من يعني المباريات الكبيرة جدا أمام اليابان. يعني رحمة الله عليه علامة بارزة. كل بني آدم لإيجابياته لسلبياته في مراحله، كل واحد يعيش المرحلة بتاعته. شوف إزاي قدرنا نرجع مع منتخب قوي جدا، قدرنا نرجع. شوف المرات اللي تعرض ليها سواء من الانتصارات أو من الإخفاق والكلام ده. لكن جوهري لازم تقف عنده طبعا، ولازم نتعلم من تجربته. واحنا محتاجين في الفترة اللي احنا بنمر فيها
حاليا سواء على صعيد المنتخب، محتاجين فعلا الروح دي، محتاجين يعني كابتن حسام بدري عليه دور كبير انه كمان يرجع الجو تاني ويكسر الحاجز اللي بدا يتسبب فيه يعني السوشيال ميديا في صناعه يعني صراع وهمي غير موجود بين لاعيبه الاهلي والزمالك بصوره غير مالوفه، البعض يسكب الزيت على النار بطرق مختلفه. بس في منتخب مصر صدقني يا استاذ محمود، منتخب مصر لما بنتلم ما فيش اهلي وزمالك الموضوع بالنسبه لنا بيبقى منتهي تماما. طالما دخلت منتخب مصر وقلعت فانيله ناديك وحطيتها في النادي وروح بتلبس فانيله منتخب مصر كلنا بنبقى واحد، وده متعودين عليه طول السنين. طيب خلينا نفتح اول حاجه مع حضرتك، طبعا هنتكلم اكيد على الدوري بشكل مباشر. اعتقاد الدوري خلاص اتقسم لبطل دوري ان شاء الله النادي الاهلي، الصراع على التمثيل الافريقي على مستوى الكونفدراليه والتشامبيونز ليج الافريقي المركز الثاني والكونفدراليه، ده صراع لوحده، وطبعا شريحه كبيره جدا من فرق الدوري صراع البقاء في الدوري. البقاء فيه طبعا الـ يعني المنافسه حسمت يعني بصوره بشكل اللي احنا بنتكلم فيه، لانه يعني ما فيش جديد فيها. النادي الاهلي عشان يعلن رسميا تتويجه للبطل المسابقه العام الخامس على التوالي محتاج الفوز في 5 أو 6 مباريات متتاليه يعني يعلن فيها رسميا يعني اتحاد الكره وخلاص حسم اللقب. لكن هو على في اللي احنا في من خلال حساب النقاط هناك فارق كبير بين الاهلي ومن يليه في الترتيب. طب النقطه اللي حضرتك بتقولها، الاهلي بيسعى لكده ان هو خلال المشوار اللي جاي انه خلاص بقى يحسم الدوري عشان يفوق يعني للمعارك بقى الكبرى، المعارك الافريقيه. المفروض ده يكون في حسابات ريني فايلر انه رقم واحد بالنسبه له انه يحسم المسابقه في خلال 5 مباريات على الاقل الجايين ان شاء الله، حتى يدي نفسه فرصه انه هو يستعين بمجموعه من الناشئين والذين يحالفهم الحظ في المشاركه مع الفريق في المباريات عشان يشوفهم. هو طب انت هتحكم ازاي؟ الاهلي لازم يخرج، لازم يبقى التركيز الاساسي في الماتشات اللي جايه على جمع النقاط، يعني بغض النظر عن الحديث عن مساله الاداء. لازم الاداء يبقى الاداء قوي يستحق عليه الفريق الفوز ببذل الجهد ومعالجه السلبيات والبحث عن الافضل والتجويد وتنفيذ جمل، لكن الفرصه مواتيه انك انت تحسم مبكرا وبعد كده تريح وبعد كده تفكر في اللقب الاهم بالنسبه لك اللي هو دوري ابطال افريقيا، والمباراه المهمه جدا والصعبه جدا مع فريق الوداد، بس مش مستحيل على فكره. فاعتقد انه الرهان الاساسي والشغل الكبير جدا، ويمكن الاجتماع اللي عمله فايلر مش اجتماع النهارده كان اجتماع قبل كده لما سئل عن الدفع بالناشئين وقال الوقت غير مناسب دلوقتي لانه صحيح. في احتدام المسابقه المساله مش محتاجه ان انا تضحي بالناشئ، لكن هو رغم ان هو ادى في الماتش اللي فات وبدا يفكر الكلام ده، انا شايف انه دي خطوه مهمه جدا وبتدي امل لناشئين الاهلي انه لا هيبقى في تفكير في المرحله الجايه. جه الوقت انه لازم يبقى في تفكير في المرحله الجايه. جه وقت انه لازم يبقى في تفكير في المرحله الجايه، وجه وقت انه الاهلي لازم يبدا يعتمد على اللي جاي من تحت. واعتقد ده افضل وقت، لان انت زي ما قلت ان شاء الله باذن الله بطوله الدوري محسومه، فعندك فرصه وعندك مساحه انك تدي. ويمكن من اول امبارح قلنا برضو خبر في البيت الكبير ان في حارس كمان اسمه حمزه ده حارس مواليد 2001 بدا يتمرن مع الفريق الاول، ده برضو حافز للولاد العربي بدري اشترك في اخر 5 دقائق المباراه اللي فاتت. فانت عندك فرصه فعلا من ده بانك تطلع بعض اللعيبه وتقف على مستوياتها ان شاء الله تكون في المستقبل طبعا موجودين لازم في النادي الاهلي، وكمان تفكر في موضوع الاعارات انك عندك لعيبه معاره مهمه جدا. يعني انا يعني شايف انه في يعني سؤال مش عارف محيرني وانا بقعد افكر فيه، يعني واحد احمد ياسر ريان من اللعيبه واللي عمل والشغل مميز جدا مع المنتخب الاولمبي في تصفيات المؤهله لاولمبياد طوكيو، وقدم يعني كان حاضر في لقاءات صعبه جدا يمكن اهداف صعبه جدا. نفسي اعرف ليه حتى الان احمد ياسر مش داخل دائره الاهتمام، يعني ليه ما يتجابش ويرجع تاني ويتشاف وياخد فرصه، ليه ما يتمش دعمه زي اي لاعب يتم دعمه؟ يعني اذا كان يعني جماعه جوزيه خد فتره بيدعم فلافيو لمده سنه لغايه ما رجع، لغايه ما استعاد ذاكره التهديف، رغم انه فلافيو ده كان مرعب في انجولا وهداف الدوله الانجولي 4 أعوام متتاليه من 35 ل 32 ل 28 ل 17 ل 18 ل 11 ل 9، يعني بص من القمه للقمه للقمه للقمه. لما جه فلافيو اتعرض على الاهلي بعد مباراه بعد افريقيا 2001 اللي فاز بيها الاهلي واستردها بعد 14 سنه،
جبنا افيلينو ما فكرناش في افيلينو، كان سعره عالي جدا وقتها 2 مليون ونص، ورغم برضه افيلينو جاب 1.8 مليون ودخل من ضمن الصفقه جيلبرتو. شوف افيلينو بعد كده اكتشف مرض عنده يعني وتم استبعاده ماشي بعد فتره وتألق. من رايك عوده اللعيبه المميزه المعارين ممكن يكون ليهم فرصه الفتره اللي جايه؟ لا في لعيبه اثبتت نفسها بس في رؤيه فنيه يعني. خلينا برضو نتكلم، انا كنت يعني انا مريت بالمرحله ديت ان بيبقى عندك عدد معين من اللعيبه، انت بتتكلم على في اعراض كتيره جدا بره النادي الاهلي، وعندك كمان ولاد طالعين لسه من قطاع الناشئين، وعندك نجوم موجودين، فالحسبه ديت اعتقد بتبقى مش هقول لك حسبه صعبه شويه، غير كمان انك مطالب بصفقات جديده يعني. انت خلي بالك عندك اربع محاور ممكن فايلر بيشتغل عليها. انت عندك لعيبه اوريدي دلوقتي موجودين في قطاع الناشئين مواليد مثلا 97، دي جزئيه وبيتمرنوا مع الفريق. طيب وعندك قائمه الفريق الحاليه، وعندك محور تاني عندك بعض اللعيبه المعارض، وعندك مطالب من الجماهير ان لازم يكون في صفقات مميزه. فانت كل الاربع محاور دول اعتقد بتترتب بشكل معين عشان تخرج باحسن النتائج يعني. بص هذا يا كابتن، انت عندك مشكله محتاج يعني يتم حلها ودراستها من دلوقتي. انت عندك مشكله في خط الظهر، احنا اتكلمنا قبل كده وانه خط الظهر يعني انت شايف ان احنا محتاجين صفقات على مستوى السيرد باك وعلى مستوى مثلا باك يمين باك شمال، يعني وضح لي وركز لي معايا. خط الظهر فيه اربع مراكز، مساكين محتاجين. انت محتاج، عاوز اقول ايه، محتاج نوعيه من نوعيه انه المدافع مش يعني المدافع ده، احنا اللعيبه اللي عندنا من لعيبه يعني مش هقول لك لعيبه مميزه، لكن مشكلتنا ان مشكله اصابات متكرره. ممكن يكون انت محتاج سيرد باك بمواصفات معينه، انت شايف المواصفات الكلام دي إيه؟ الكلام عن الموضوع مش تقليل من الموجود، لا طبعا، بقدر لا طبعا. انك انت بتدور على الافضل. تمام، افريقيا، فوز بافريقيا، اذا لم تجد تمتلك اللاعب اللي يديك ميزه عن اي لاعب عادي ما ينفعش تتعاقد معايا. لما تجيب الدوره على لاعب اجنبي مثلا او لاعب مميز هتدعم بيه صفوفك، لازم يكون عنده ميزه عن اللي عندك. طبيعي، انت مشكله إيه؟ انت ما انا بكلمك، انت مشكله انت دلوقتي محتاج في الدفاع محتاج تدعيم بلاعب او اثنين على الاقل. لا يعني ايه اضيف عليهم، طبعا مع حظ غريب جدا في كثره الاصابات دي مشكله برضو في خط الدفاع. انت عندك جمله اصابات في الخط الخلفي كان سعد مرعبة. سمير وبعدين محمود متولي سمير. وبعدين رامي ربيعة وبعدين ياسر ابراهيم بقول لك يعني اربع سنتات. لا محتاج تدعيم، محتاج تدعيم بلعيبه كوره يعني، لعيبه كوره مش بعينين ده باربعه يعني. مش عاوز اقول من عينه هاني رمزي، لا، وعينه عماد النحاس وهتخش وائل جمعه، لا يعني ايه يعني المدرب او التطور اللي في الكوره اللي حصل، انت مش بتجيب لعيب لمهمه واحده، انت بتجيب لعيب بيأدي اربع مهام في الملعب، يعني يلعب دفاع ويلعب نص ملعب ويلعب باك رايت ويحل لك مشكله في يعني في لعيبه من نوعيه لعيبه الجوكر يعني اللي بيبقى اكتر مركز بيحل لك مشكله لو انت تعرضت لموقف في مباراه وطرد منك لاعب، يبقى عندك ايه، يبقى هنا تلجا انه المدرب عارف امكانياته وقدرات لعيبه فيبدا يحركها. يعني حضرتك عايز نقول سيرد باك، طبعا يعني لازم يكون مساك في خط الظهر، محتاجين باك يعني معلومه طبعا مش كويس، بس محتاج لازم باك اب بالنسبه له يعني. في محمود وحيد، محمود وحيد برضو ايه، بس محمود برضو محمود لعيب هايل، انا بحس ان محمود برضو بيبقى في الجزء الامامي اكتر شويه يعني، بس الحاله الهجوميه بيبقى افضل شويه، بس انت ايه لازم تديله عشان تشوف برضو ايه القدرات في المواقف الصعبه. تمام، في الباك رايت محتاج تدعيم، لازم انت شايف الكلام ده خلاص. في نص الملعب انت برضو اعتقد في نص الملعب عندنا لعيبه كويسه يعني. بص في نص الملعب انت موجود، كل المشكله اللي بيدور عنها فايلر دلوقتي برضو على ما يبدو لسه لم يصل للرقم 10 من وجهه نظري، رغم ان وجود قفشه، وقفشه لو سيبت في الحته دي وتركز عليه وتساب هيعمل نقله مختلفه خالص، ما اعرفش ليه برضو في 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 في, في الجزئيه دي. لكن انت المجمل مش بقدر انك انت تجيب 10 يعني 7 8 لعيبه، بقدر ما تجيب اللي ناقصك اللي انت محتاجه بالظبط. طيب يعني عندك من 11 لاعب انت عامل لهم اعاره، من عمار حمد لاحمد ياسر ريان ل كمان محمد شريف انبي لعيب محمد شريف طبعا محمد شريف للانبي لعيب مميز، عندك محمود الجزار والاهلي كان جاب برضه الناس عاوزه تشوف يعني ايه، الناس عاوزه تشوف اللعيب، تشوف قدرات ما شافتوش، سمعت لكن ما شافتش يعني برضو ايه، لما يبقى موجود هل يستطيع انه يتحمل الضغط بتاع النادي الاهلي قدرات، رغم انه لاعب برضو في لاعب في المنتخب الاولمبي ما تشافش برضو بالصوره
يعني ما خدش برضه حظ، كان بيلعب بديل برضه، ما خلاش دي فرصه كمان انك بتلعب من غير جماهير. احنا دايما كنا بنتكلم الضغط الجماهيري في المباريات، لا ده انت عندك فرصه كمان انت بتلعب من غير جماهير، فالموضوع الضغط الجماهيري داخل الملعب هيكون قليل شويه على على الولد اللي بيلعب. لكن كل انت حضرتك بتتكلم عليهم اسماء لعبوا اوريدي تحت، يعني احمد ياسر الريان لعب تحت ضغط جماهيري في بطوله افريقيا كان فيه 100,000. فحضرتك زي ما بتتكلم يبقى في صفقات، حضرتك شايف ان صفقات نركز بالظبط على موضوع خط الدفاع بشكل افضل شويه طبعا. المعارين نشوف مين اللي ممكن يلعب الدور اللي يزود النادي الاهلي، يزود عندك يعني عمار انا شايف انه هيبقى مكسب كبير، لان عمار لعيب كويس وكان معانا ساعات في المنتخب الفتره اللي فاتت، بيلعب على الطرف، بيلعب ممكن ياخد دور شويه دور قفشه، ممكن يلعب هاف يمين بوكس تو بوكس، فعنده كذا مركز يقدر يشتغل عليه. لما حتى اتصاب في ماتش بتاع الطلايع الناس كلها بدات مهتمه، وكان في حاله من القلق على عليه يعني، رغم تم الاصابه ان شاء الله هتبقى. فاللي انا عايز اقول لك انك انت ايه محتاج حتى تغيير سياسه نوعيه التعاقد مع اللعيبه الاجانب. خلاص اذا لم يمتلك اللاعب الاجنبي اللي يديك ميزه عن اللاعب المحلي في ظل كمان ارتفاع الاسعار والمبالغ الضخمه والعقود الرهيبه دي، ان لازم عندك اللاعب الاجنبي بيديك الميزه لما تتزنق تحتاجه، يعني لما تبقى محتاجه تلقاه موجود بيعمل يعني الفارق، بيعمل لك الفارق. ده بيبقى موجود ايه؟ مش على الصعيد الدوري فقط، لا دلوقتي افريقيا الكره اتطورت، ما عادش فيها صغير وكبير، خلاص الدنيا كله بيشتري، وفي توجه كبير جدا حتى ده تلاحظ انه حتى في الكره الافريقيه بدات توجهوا ناحيه ايه؟ امريكا اللاتينيه، بقى في لعيبه بيجيبوا لعيبهم من هناك، يعني في تبادل سواء بسبب اللغه، سواء بسبب التقارب، سواء يعني في حاجه مختلفه. ليه ما نبصش على الاتجاه ده ونغير؟ لازم يبقى في حاجه مختلفه، يعني انت محتاج اللعيب المهاري القوي، اللعيب اللي خلصك، انت عندك مشكله في الهجوم، عندك مشكله في الهجوم، عند راس حرب، راس حرب يخلصك اللي هو من ربع فرصه. انت مزنوق، ممكن يعمل لك واحده ما تتوقع، يعني ايه يعني من عينه يعني ثنائي جيلبرتو وفلافيو الفتره، طبعا دي من الفترات الذهبيه اللي بتتكرر، ما تتكررش غير كل 10 15 سنه. عماد يعني عاوز اقول لك ايه، لازم يبقى شغلك الشاغل انك تدور وتعمل الحضانه بتاعتك اللي هي لو حتى ما لقيتش بره والامكانيات ما ساعدتك يبقى عندك من اولادك، يعني طلع من لازم يبقى في شغل في مهم جدا انك تفتش. انا بكلم حضرتك في الجزئيه ديت، انت عندك ما انت زي ما قلت لك عندك قطاع ناشئين ممكن جدا تبص على حد واعد فيه ويجهز خلال سنتين، ليه لا؟ وعندك كمان معارين هيرجعوا حسب رؤيه فنيه وحسب المدير الفني عايز ايه، وعندك صفقات لازم تحصل على المستوى انت بتقول طبعا على المستوى الدفاع، انا بوافقك الامر فيه، على المستوى الدفاع لازم يكون في بعض الناس صفقات مميزه، ونص الملعب انا شايف انه رجوع بعض الناس المعاره ممكن تساعد، نص الملعب عندنا بيشتغل بشكل كويس وعندنا بدائل كتير، يعني ممكن تلعب بطرق لعب في مختلفه، في يعني نص الملعب يقدر في كتير يقدروا يعملوا. اذا هنا الاجناب مثلا الاطراف يعني ما هي دي، ما انت دلوقتي عندك علي معلول. لا بتكلم قدام بقى، انت بتتكلم ناحيه مثلا عند دلوقتي عندنا كهربا وعندنا احمد الشيخ وعندنا وليد سليمان وعندنا اجاييه، في اسئله كتير عن اجاييه بس طبعا انا رغم انه طلب راحه يعني والجهاز الفني وافق له ماشي، ممكن يكون في حاجه ماشي، اكيد الجهاز هو اتكلم معاهم وشرح وجهه نظر فاقتنع بيها الجهاز الفني ماشي، ممكن فتره برضه خلي بالك فتره صعبه جدا من ايقاف من ثم عوده، وده الكلام ده مش تاثيره على الاهلي بس، على انديه كتيره ولاعيبه كتير كمان اتاثرت ما عادتش بالصوره الصوره وخاصه اللعيبه الافارقه عارف ليه يا استاذ محمود، لان هم في لعيبه افارقه قضوا كل فتره كورونا هنا ما كانش في سفر، فكمان فرص انه يشوف اهله او عيلته او ابنه او مراته ممكن تاثر نفسيا، ممكن اذا ما تروحش معاه هنا يبقى هنا بالظبط. فانت حتى يعني ايه رغم انه الكلام اللي بيصار والهجوم على جونر اجاي وبتاع ولا لا، لكن عاوز اقول من اللعيبه يا جماعه من اللعيبه المهمه جدا في النادي الاهلي لما يكون فايق بيعمل نقل، لكن في حاجه الفوز بدوري ابطال افريقيا عاوز روح قتاليه عاوز روح قتاليه شرسه في الملعب، عاوز روح الفريق يقدر يعملها لو تخلص من كل يعني ايه المخاوف، لو تخلص من كل الاعباء وركز وثق في امكانياته وقدراته وعرف قد ايه يعني بيمثلوا فريق بحجم الاهلي، لا تقدروا تعملوا تقدروا تفوزوا تقدروا تعملوا النتيجه. الوداد مش مرعب يعني ولا رهيب، لا ده يعني لا مباراه يعني عاوز اقول لك ايه جات لك يعني مباراه الذهاب واياب هتبان بقى هنا فيها القدرات،
يعني مباراه ما عادش فيها مباراه خارج الملعب ولا مباراه على داخل الملعب. كان في قبل كده كان في قرار انها تكون مباراه واحده تفتكر طبعا واحدة وبعد كده ايه بالظبط خلي بالك يعني برضه هتبقى مباراه واحده النوك اوت اللي هيتغلب هيطلع فدلوقتي ممكن يكون ممكن يبقى ايه خلاص انت عندك ايه الفرصه هنا 50-50 بالظبط. فانت هنا اذا ما اردت التاهل للنهايه عليك ان تفوز في المغرب حقيقي ما تنتظرش لانه الوداد من الفرق الكبيره جدا وبتعرف تلعب يعني ونتائجهم معانا واضحه يعني 3-3 و1-0 هنا برغم انه مثلا النهائي بتاع 2017 احنا ضيعنا فرصه العمر الاهلي يعني كان بامكانه يحسم المباراه وغير اللي حصل كمان في مباراه العوده فاعتقد انه لا يعني بطوله افريقيا هي المحك بطوله افريقيا هي الميزان الكاشف لفريق النادي الاهلي هي اللي هتحدد شكل كتير جدا في المرحله المقبله يعني هتحدد شكل النادي الاهلي كمان في السنوات مش في السنه الجايه بس طبعا في السنوات اللي جايه طبعا فهتخلي تعيد النظر في كثير ولا اللعيبه هتطلع تخرج كل امكانياتها وقدراتها في المباراه والجهاز الفني لانه مباراه من المباريات محتاجه تحضير جامد وتركيز جامد ومذاكره وشغل طبيعي ويعني اعتقد ان شاء الله باذن الله تعالى يكون الفريق حاضر بقوه فيها باذن الله ان شاء الله وكلنا امل في كده. نيجي بقى لجزئيه المركز الثاني في الدوري انت دلوقتي بتتكلم على بيراميدز وبتتكلم على نادي الزمالك الاثنين عندهم تقريبا نفس عدد النقاط وفي مباراه اللي جايه مباراه الدوري مباراه بكره ان شاء الله بيراميدز ونادي الزمالك انت شايف ان ممكن المباراه دي فعلا يعني احنا عندنا لسه تقريبا 10 اسابيع تفتكر ان مباراه بيراميدز والزمالك هي اللي هتحسم المركز الثاني ولا لسه المشوار طويل شويه انك تقول المركز الثاني محسوم لمين فيهم خلي بالك كمان المقاولين موجود يعني مش عايزين ننسى المقاولين كمان تحت شويه لكن يمكن بس بعد مباراه الزمالك يمكن يعني زهوه الفوز او الجهد الكبير اللي اتبذل عمل رد فعل فخسر في مباراه غريبه جدا قدام اسوان المكافح جدا عمل مباراه يعني غير متوقعه فكانت مفاجاه كمان خسر مباراه كمان من الجونه يعني من الجونه ما كانش يعني مباراه الجونه ما كانش بعد مباراه الزمالك كان بعد مباراه الزمالك على طول كان غريب مفاجاه كبيره برده من حاجات يعني برده على ما يبدو ايه يعني مواجهات لا النشوه والتركيز الشديد كان نتيجته انه الفريق لم يظهر بالصوره المطلوبه المقاولين يعني كده يعني اتاخر شويه لكن هو عنده هيقاتل على فرصه الكونفدراليه هو نفسه يرجع لافريقيا لانه المقاولين يمتلك تاريخ كبير جدا في افريقيا وفاز ببطوله الكاس ويعني والسوبر وكده فيعني اعتقد وصل لاكثر من مره فاعتقد المقاولين كده هيقاتل على المركز الرابع الصراع هنا ما بين بيراميدز والزمالك على المركز الوصيف برضو في المركز الثالث هنا برضو هيبقى اللي مش هيكسب لكن الزمالك حظه أعلى على بيراميدز لاحظ كل النتائج بيراميدز يتبدل حاله عند مواجهة الزمالك من فريق قوي مستأسد أمام جميع الفرق يتحول إلى فريق خائف متراجع بصورة لازم تلحظها حتى يمكن اخرها كان نهائي كاس مصر 3-1 مظبوط في هات بكره هتفاجئ باداء يعني انت متوقع بكره أنا متوقع ان متوقع ان بيراميدز مش هيكون في مش المتوقع منه عنده يعني عنده لعيبه المفاجاه انه بيراميدز هو اللي يكسب مش الزمالك لا الزمالك فرصه اعلى حتى رغم ما يقال عن طارق حامد وانه لا يعني كارتيرون والزمالك عنده البدائل تقدر تعود يقدر زيزو يقوم بالدور ده ويعمل شغل فيه مع فرجاني السادس والكلام ده مباراه بكره مباراه هتبقى صعبه على الفرقتين لكن حظوظ الزمالك اعلى في في في, في المباراه معنويا ونفسيا فريق رايح يعني ايه انا يعني انا انت مش عارف يعني انت بتتكلم على عامل النفسي وان احنا عامل النفسي عندنا تاريخ ان احنا دايما متفوقين بالعامل النفسي اكتر عامل النفسي عليه بعدد اللعيبه مميزه جدا حصلت في بيراميدز مفاجاه بقى وبيراميدز فاجئ الزمالك باداء غير متوقع والزمالك لم يظهر بصوره مطلوبه ده وارد في الكوره لكن لما تيجي تحسبها فنيا ونفسيا ده هيحسم المركز يعني مباراه بكره المباراه دي هتحسم المركز الثاني رغم لسه في كمان بعديها تقريبا 8 اسابيع خلاص لا هتدي لك فرصه انك انت خلاص يعني هتبعد انت الفارق هنا اعتبر الفوز بكره بايه بست نقاط مش بثلاثه وهتخليك فرصه كده تلعب مسرح لو حصل بيراميدز خلاص كسب اعتقد انه بيراميدز خلاص هيمتلك الوصافه لو الزمالك فاز بكره خلاص هيمتلك هو المركز الثاني ويبقى عنده الامور نفسيا كمان مباراه مع فرقه كبيره فرقه مدعمه فرقه عندها امكانيات وقدرات ماليه كبيره جدا زي ما انت شايف يعني بتاخد افضل اللعيبه بالاغراء المادي المثير
فاعتقد ان المباراه بكره تبقى مباراه مثيره بين الفريقين. طب تعالى ننزل بقى تحت خالص، يعني ناخد كده سطر تحت خالص، وهاخد من ان الجدول الدوري مرتبط كمان بتغيير المدربين. يعني كان اخر مدرب طبعا الكابتن طارق العشري من النادي المصري، واستلم المهمه طبعا علي ماهر. وكان قبلها باسبوع ايمن المزين من طنطا، محمد صلاح ومحمد صلاح اسف محمد صلاح وجي احمد كابتن احمد سامي. ف ودايما كل مباراتين مدرب، كل تقريبا كل ثلاث اسابيع مدرب، ودي ظاهره صعبه جدا. لكن قبل ما نتكلم على ديت، قول لي حظوظ، يعني الجزء اللي تحت شايف مين حظوظه افضل للبقاء؟ مش عايزين نقول مين اللي هينزل، يعني دلوقتي انت عندك تحت تقريبا في طنطا، في اف سي مصر، في المصري، المصري 16 واف سي مصر 17 وطنطا 18 18 في يعني ما اعتقدش ان المصري، يعني مصر لسه ثلاث مباريات، عنده ثلاث مباريات، فاعتقد ان عنده فرصه انه ينجو من المساله. لكن لسه في ثاني صراع طبعا، طنطا في موقف صعب، واف سي مصر بيحاول. يعني ايه ممكن النتائج في الفتره اللي جايه؟ لسه انت عندك اعتقد 10 اسابيع 10 اسابيع تقريبا 10 اسابيع 34 اسبوع، اعتقد عندك 10 اسابيع كتار جدا. يعني بلغه الكوره انت لو كل واحد هيحسب يقول لك ان انا عاوز اوصل مثلا للنقطه مثلا 34. ما هي الفكره ان من السابع للاخير في تقريبا 8 9 نقط او 10 نقط، فالفرق كله قريب في اي مباراه، قريب جدا. فاعتقد انه برضو ايه، وهتبقى في برضو مدربين ممكن تتغير برضو في لسه كمان لسه كمان. يعني برضو عندك برضو الاسماعيلي، اسماعيلي عنده اسماعيلي برضو لا اسماعيلي دلوقتي في دايره مشاكل، يعني بسبب خساره من الاتحاد. انت شفت موقف حسني عبد ربه ونادي اسماعيلي، شفت الموقف ده ازاي؟ انه حسني داخل ويعني التراكمات ده في صراع. حسني عبد ربه مش اول مشكله، كان قبل كده في بعض الانتقادات من حسني عبد ربه للاداره، كان في انتقادات عكسيه من الاداره لحسني عبد ربه. شايف الجزئيه ازاي، والعلاقه ما بين مجالس الاداره واللعيبه اصحاب الخبرات واللعيبه اللي ليها بصمات على النادي نفسه ومن ولاد النادي، شايف القصه دي ازاي؟ من وقت ما حسني عبد ربه اعلن وقال في تصريح في حوار اتعمل ليه ان انا رئيس الاسماعيلي القادم، هو اتحط طب وايه العيب؟ ايه العيب يعني؟ لا لا لا، اتحط عليه كده علامه ايه؟ اكس، علامه اكس، يعني ايه؟ شخص غير مرغوب فيه، فتم تطفيشه بصوره او باخرى، وهو لعيب. يعني مش عاوز اقول اجبر على الاعتزال والضغط عليه وحصل مواقف كتير، لانه في سيناريوهات وحوارات داخليه في واضحه. لا في حاجات الشارع ورا الكواليس، الشارع الاسماعيلاوي ملتهب في المساله، وفي معاناه وفي صراع على فكره، في حاجه غريبه جدا، وهيبقى في صراع داخل الجمعيه العموميه، وهنا انقسام ما بين اطراف، ما بيقول لك يعني الخوف كله انها تروح ناحيه التقسيم ما بين ابناء الاسماعيليه والتابعين لابراهيم عثمان، يعني في مشكله كبيره وبدا يتم التحضير ليها، واللعيبه بدات اللعيبه الكبار بدا يستدعوا كمان يتكلموا مع بعض، انه لازم يبقى في موقف في الفريق اللي هيحسمها بقى من هو، يعني مش عاوز اقول لك من هو الاقوى، لكن الجماهير هيبقى لها دور. صراع مين الاقوى؟ احنا كل دوت عايزين نتكلم مصلحه النادي الاسماعيلي نفسه. احنا الصراعات ديت يعني بيني وبينك الجماهير هي المظلومه في النص، الجماهير حابه تشوف فرقتها في اعلى مستوى. الدراويش دايما بنتكلم انهم بيلعبوا كره حلوه لكن غايبين بقالهم فتره، مش عايزين نتكلم السنه دي او السنه اللي فاتت، لا عندهم فتره ابتعاد عن الشكل اللائق بنادي الاسماعيلي بقاله فتره. يعني هنا الانديه الشعبيه عندها، ده ما انت شفت الازمه برضو مع الانديه الشعبيه برضو بتدي شكل المنافسه، يعني الاسماعيلي، الاتحاد، المصري، كل الانديه دي وجودها شيء مهم جدا، وعودتها للحياه بيدي شكل اقوى، رغم انه الغالبيه دلوقتي اصبح يعني تاكلت القاعده الشعبيه للجماهير، وغياب الجماهير كمان افقد المسابقه حماسها وقوتها على فترات بلا شك. حتى ايه يعني انت ما بتقش قدرات بعض اللعيبه الا لما يظهروا قدام جمهور فيه 50 60 الف من الحكام نفسيهم، شوف وضعهم ايه لما يحكموا مباراه فيها 100 الف، يعني هيبقى رد فعل الحكم واللايزمان وحاله الخوف. يعني كويس انك جبت سيره الحكم بقى، لان كنت هكلمك على الحكم والفار، كويس انك جبت سيره الحكام ومفيش جماهير. فانا عاوز اقول لك ايه، انا لو يعني من وجهه نظري كمتابع
شايف انه المهندس ابراهيم عثمان في اسماعيلي ما يدي الفرصه خلاص، انت يعني حسن عبد ربه يعني والمجموعه اللي شايفين خلاص مده المجلس انتهت، اتفضلوا يعني يلا لو بالانتخابات، ما لو كان في انتخابات خلاص الانتخابات هيفضل عليها سنه، اتفضلوا عاوز عاوز يتفضل يقود، عاوز يشيل يشيل يعني عاوز، ما هي كده صراع انتخابي ما اعتقدش. لكن انا دايما عندي وجهه نظر وانت برضه حضرتك ناقشها، ليه ما يحصلش نوع من انواع الجلسات الوديه؟ حسن عبد الرب لعيب كبير وخدم نادي الزمالك ونادي نادي الاسماعيلي، والنادي الاسماعيلي كمان خدم حسن عبد الرب وان هو رباه وخلاه لعيب كبير ودخله منتخب مصر، فكل دوت ليه الاطراف كلها في شكل من النزاع او الخلاف؟ ما هو انا عايز اعرف ليه ما بيحصلش ان الناس دي في اطراف هنا يا كابتن هاني، في اطراف ما يقعدوا مع بعض بس عبد الرحمن، في اطراف هنا يعني ما بين دايره صنع القرار بيبقى لها تاثير في محاولات التشويه والخوف وان وجود حسني وهيعمل وبتاع الكلام ده. اتمنى يعني رغم ان انا بقول لك ايه، لو وصلت الامور لازمه ابراهيم عثمان او العثمانيين زي ما بيقولوا وهم يعني تاريخ في الاسماعيليه ما حدش اختلف عليه وعملوا، لو شايفين لو هم شعروا انه قدر انه خلاص الرغبه العامه للجمهور والشارع اسمنا مش عايزهم، سهل جدا ان مصر ابراهيم عثمان يقول اتفضلوا ديروا او تولوا الامر. طيب هل هناك يعني انت لما تشوف انا مش دي شيخ نقطه شيخ يعني ما يقعدوا مع بعض، انا واخد بالي يعني كابتن علي ابو جريشه طيب مثلا لما تم استدعاءه وتم تكليفه بالاشراف على على الفريق فريق كوره مش بعد قد ايه؟ ما عادش ما كملش شهر وتاني يوم كان كاتب اعتذار. لما تيجي تساله شوف من الاحترام والادب بتاعك ما رضاش يتكلم، يعني في حاجات لا يعني 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 سردها ونقلها للاعلام هو شايف انه هيعمل له مشكله. ما هو ده بالفرق ما بين واحد بيحافظ على مكان ومش عاوز يقول لا في حاجه، في حاجه مختلفه، في خلاف لا في خلاف ده لا في خلاف، في صراع في صراع موجود في صراع موجود. وحسن عبد ربه اعتقد مش هيسكت، لكن مين اللي هيبقى مع حسن عبد ربه؟ فانت ما انت كده بتعمل جبهتين. انا بكلمك لا هو في جبهتين مش انا اللي بعمل، هو اوريدي في جبهات يعني سمعت الكلام تسمع كلام. فانا بقول لك ايه، يا اما الناس تصبر لغايه ما تنتهي المده ويبقى في كلام بعدين، يا اما هم عارفين حتى لو انتهت المده هتيجي انتخابات برضه مش هيبقى في موقف، يا اما مصلحه الاسماعيلي هي اللي تبقى فوق الكل فيضطر الجميع ان هم يجلسوا لاجل الاتفاق. طب ده هو ده بقى يجي من فين؟ يجي من يجي لما انا حاب شايف ان انا عندي ازمه في بيتي فخلاص انا هتنازل، ما طالما ليس لي مصالح شخصيه طالما هدفي المصلحه العامه اسقط في هذه الحاله. المسؤول الاول هو اللي ليه قرار. طبعا تعالى يا حسن نقعد، تعالى نقعد صاحب القرار، تعالى نقعد ايه المشكله، تعالى نحل مساله ان نطلع مثلا وكل واحد بقى بيحاول يدافع عن وجهه نظره ازاي حسني ما يدخلش الملعب. طبعا امر كبير جدا، ازاي تمنعه؟ زي واحد تربى ونشا وترعرع عمل كده تمنعه؟ هتقول اصله جايب بودي جارد داخل، حتى لو كان جايب يا عم تعالى اتفضل انت وخلي البودي جارد بتاعك، ما اعرفش بقى حقيقه الكلام ايه. طب يتمنع ويتعمل الكلام ده يعني في حاله صمت، حاله صمت مريبه. لا الاسماعيلي في محنه وتبديل وكسر التغيير المدربين، يعني حتى لما كان جه ادهم مصطفى الحضري ومشي مع الفرقه كان عامل نتائج كويسه، جه جابوا حد بعد كده جبت واحد تاني بعد كده جبت سباستيان وعمل نتائج كويسه، فجاه نط من المركب وراح اوغندا وفجاه لقينا مش يعني لا لا هي نفس الدايره اللي الناس نفس بص الاسماعيلي ما نجحش غير بالمدرب الوطني، يعني نتائجه والشغل اللي اتعمل مع مدربين وطنيين، فجه الفرصه وجه الوقت انك انت يبقى في مصارحه حتى مع الجمهور، احنا ما عندناش حل غير كده وخلاص، واسيب ناس مسؤوله عن الكره ماليش دعوه بيها ما تدخلش هسلم اتفضل كابتن حسني انت شايف انك انت ايه المرحله وعندك ايه قدم لي ورقه انت شايف ايه وجهه نظر واحد اثنين ثلاثه احنا مصلحه اسماعيليه، وده اعتقد المنصب ابراهيم عثمان ممكن يفكر فيه ويعمله في ظل الضغط اللي شارع اسماعيليه، تعالى يا حسني تعالى يا فلان تعالى نقعد اتفضلوا ايه المشكله هنعمل واحد اثنين ثلاثه بتفضل انت دير المسؤوليه. اذا كنت تحب بقى بيتك بقى افضل من نفسك ومنك انت تدور عن انك تبقى مسيطر وتحط ايدك في الفريق هتعمل الكلام ده. إذا كنت بقى تصر وتدي الناس فرصة تقول إنك أنت حاطط يدك في الفريق وبتتدخل في تشكيله في شغله وعاوز تشوف إنك أنت يبقى أنت مش عاوز إيه؟ ممكن يكون حسني مش هدفه الرئيسي دلوقتي إنه يكون رئيس نادي، لا أو مش ما أنا بكلم عمره ما يكون هدفه دلوقتي رئيس نادي، ممكن يكون عايز هو ممكن عايز يكون ما أنا بقول لحضرتك أنا شايف من بره حاجة معينة، أنا لو أنا شايف بنظرية حسني أنا ما أعرفش حسني بيفكر إزاي، لكن هو شايف ممكن يكون هو بيحب النادي وشايف في بعض الأخطاء شوية موجودة فعايز يتكلم مع الناس يا جماعه في اخطاء بتحصل واحد اتنين تلاته ويبداوا الاخطاء دي تتحل بشكل او باخر،
مش معناها ان حسني ده طمعان او حسني عايز ياخد كرسي او حسني طمعان في رئاسه ما اعتقدش أو ان هو المصلحه العامه. احنا قلنا يا حضرتك انه المصلحه العامه مصلحه بيتك بتخليك طالما ليس لك مصلحه شخصيه بتركنا كده. هنا يظهر هنا بقى هتبان الملامح وتتضح الرؤيه بالنسبه للكل. هو الهدف انه الاسماعيلي يعود لمكانته ولا هدف كل واحد بيدور على كرسي؟ ده حقيقي. ده اللي هيبان في الايام اللي جايه دي. اذا كان الهدف الاسماعيلي هيتلموا كلهم يقعدوا مع بعض ويتكلموا في المشكله وبيوصلوا الى حل. لا كل واحد بقى عاوز يعمل بقى ان هو عاوز الكرسي وعاوز دور، لا كله هيبقى الوضع كما هو عليه وتظل المساله في صراع خفي، مش صراع خفي، يبقى صراع معلن ويتجه الى بقى يعني اساليب اخرى، ويكون الخاسر في النهايه هو فريق الاسماعيلي. نتمنى ان شاء الله الامور هتبقى ان شاء الله باذن الله. هنكمل حوارنا طبعا مع حضرتك لان لسه في ملفين صغيرين كده نتكلم عليه، بس بعد الفاصل نواصل حوارنا ان شاء الله مع الاستاذ محمود صبري. رجعنا مع حضراتكم الاستاذ محمود صبري وحوار شايق جدا جدا ما بين الفاصل، بنتكلم على الفار وبنتكلم على التحكيم. ويمكن خلينا نتكلم بكل امانه، تقنيه الفار ساعدت الى حد كبير ل يعني تقريب وجهات النظر بمعنى اصح، لكن البروتوكول الحكم بيتعامل، هل يتعامل الحكم المصري مع بروتوكول الفار بشكل سليم؟ حسب المباراه حسب المباراه وحسب المنافس. بمعنى في لقطه غريبه في ماتش الاهلي والمصري، الهدف الثاني اللي اتلغى الاهلي، الحكم عمل اشار كده بالحركه على الشاشه، يعني ان انا اشوف الشاشه، وهو لغى الهدف من غير ما يرجع، يعني هو ما يرجع للفار. الطبيعي انه يروح يبص هو بنفسه يشوف. طالما عمل كده يبقى هروح استعين بالشاشه عشان اشوف اللقطه. هم قالوا له الحكم، قال له تعالى بص يا فندم، مش هو من دم عمل كده يبقى لازم يروح؟ مش لازم يروح، ده حاجه غريبه جدا. كل اللي قاعدين قعدوا يضحكوا، يعني التصرف، يعني انت شفتها كده بعينيك، بصيت شفت الشاشه قدامك ولا احنا ما نعرفش؟ يعني عاوز اقول لك ايه، في حكم في لقطه في مباراه في الدوري اللي هيقول لي الفار هديله انذار. لا خلينا نتكلم على التجربه يعني نفسها، التجربة انت شايفها ازاي تجربه وجود الفار في الدوري؟ خلي بالك في مشكله يعني الاتحاد الدولي، خلي بالك متابع الفيفا، متابعه الحدوته، مش سايباها كده يعني. في ناس بتبعت لها التصرفات يعني ايه، يعني امتى الفار بيدخل في حسب كورنر، الفار بيدخل في حسب فاول، الفار يدخل في لقطه الكارت الاحمر، بس يدخل في تسلل، يدخل في هدف، دي اللقطات اللي هي المفروض بتاع ديانج في مباراه الاهلي. انا بكلمك، لا وغير كده ده مع فرقه تانية طلع الحكم بيعمل تصرفات غريبه جدا، واللاعب جوه متطوع معاه بيديله يعني فرصه، وفي حاجات تانية في مباريات تانية تلاقيه ملوش حس خالص، قاعد جوه ما بيتكلمش، ملوش دعوه، ضرب يحصل فرقه كوره ممكن يبقى عليها طرد، هدف ممكن يبقى محتاجين، لسه مفيش محتاجين لا يعني لا 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 ايه اللي محتاجينه؟ مفيش يعني مفيش معيار واحد. ما هي دي مشكلتنا يا كابتن، ما احنا دايما يا استاذ محمود هنا بنتكلم ان احنا بنطرح المشكله ونقول الحل، يعني دايما بنقول عندنا مشكله، مفيش معيار يا كابتن، عندنا مشكله في كده. انت حضرتك شايف ايه الحل؟ يعني البروتوكول لازم يتذاكر بشكل افضل للحكام، الحكام اللي قاعدين بره، من الحل ان انا مفيش نادي يسقط على حقه يا فندم. ثواني بس، هتجيب نفس اللعبه في نفس القرار في كذا مباراه، شوف الحكم خد القرار ايه، هتلقى لا يمكن القرارات لو ثلاث مواقف متشابهين في ثلاث مباريات لن تجد القرار واحد. طيب ما هي دي مشكله، لا ما انا بكلم، لا ما هي دي مشكله ما بتتكررش على طول، يعني دي محتاجه برضو مساله البعض يرى احترامك للتحكيم في، يعني ايه، في حكام بتخاف لما تلقى لعيبه جايه داخله فيها، يعني ايه انا معاك، روح او المدير تعرف الاساتذه، طبعا يقعد يضغط عليه، الاساتذه في الحدوته دي الكلام ده مظبوط في شمال افريقيا، يعني هم مدرسه، لما حتى بيروحوا يعترضوا ما بيروحش لاعب واحد، بيروح خمس لعيبه وثلاث اربع لعيبه يدخلوا في الحكم ويحوطوه كده ويعملوا، يحطوا الحكم تحت ضغط في اتخاذ قرار، وده احنا في البعض بيعملها وبيجدها، مش كل الانديه، والبعض خلاص بيستسلم للقرار وخلاص انتهى الموقف. فانت هنا الحاجات السلبيات دي المفروض لجنه الحكام بيبقى لها نصايحها وتوجيهها بعد المباراه وتحليل اداء اللي احنا بنسمع عنه. لسه الاسبوع اللي فات كان في اجتماع كابتن وجيه حمدي، وجيه احمد، وجيه احمد عمل اجتماع مع كل الحكام،
على وقال لك الحكام بس مفيش علشان يراجع كل المباريات اللي فاتت في الدور اللي فات او في الست اسابيع اللي فاتوا بتقنيه الفيديو، يطلع يا فندم ويشوف الاخطاء ويصحح، يطلع يا فندم يقول البروتوكول هو لا هو رئيس لجنه حكام يقول البروتوكول اللي الحكم هيسمعه من الفار، ما ده بروتوكول محطوط. ما انا بكلمك اهو في حاجات ثانيه، في حاجات ثانيه الحكام واللي قاعدين جوه دخلوها على ايه، على البروتوكول مش موجوده. يعني انت بتتدخل انت في كورنر، وانت بتدخل ممكن بكره لك في اوت، ممكن بكره يتدخل لك في انذار. لا لا الكلام ده، لا على فكره ده غلط. يعني ممكن يمشي وبعد كده يفتكر يروح لاعب عمل لعبه، يروح حد قايله في ده ارجع للعبه. يا عم انت مالك، ما دي مش من ضمن البروتوكول الموجود. يعني في العاب ما صحش انت يعني ايه، يعني ما تبينش انت ليك دور. يعني الحاجات اللي هي ايه، الاوفسايد، الهدف، الكارت الاحمر، في اكتر من كده كمان ولا في حاجه تانية في لا ضربات الجزاء طبعا، ضربات الجزاء ما طبعا لو في الجزاء بيخشوا فيها الاوفسايد ما فيش شك. انت بتتكلم على الكارت الاحمر الدايركت، يعني مش على طول. لا مش اللي مش الانذارين انا بكلمك، ده لازم يخش فيها انت يعني حاجات خلاص. يبقى هنا الحكم بقى بيسلم ايه، رغم انه بيقول لك ايه ان الحكم سيد قراره حقيقي مظبوط، يعني رغم الفار ممكن يقول له كوره جول، هو ممكن يقول لك لا كوره مش جول، ما عشان كده بيروحوا يبصوا وياخدوا القرار ويحترم ايه قراره. فهنا هنا انت ايه مشكلتك، انه مفيش ميزان واحد في اتخاذ القرار حسب المنافس وحسب انا خايف من ده ومحطوط تحت ضغط ولا حسب، ما ده اللي بيخلي بيدير الشبهات والتساؤلات، ما ده اللي بيفتح عليك باب شر ما انت تقفله. انت لازم كلجنه حكام دي مشكله على المدار حسب المباراه وحسب المزاج. يا عم عدي خلينا نمشي ونروح، يا عم جماعه حرام. يعني انت ممكن في قرار تخلي فريق يهبط، تضيع مجهود اداره ونادي وفرقه وتخسروا بطوله. الاسابيع اللي جايه اسابيع حساسه جدا. انا بكلمك اهو. فهنا ايه، هنا ايه، هنجيب فار على الفار. لا الفار ما يجيب فار يا عم ونعمله بعد كل اللي بيحصل ده. ده الراجل عمل كده فالناس كلها وقفت انه هيروح يبص. هيروح يبص عمل حق، عمل حاجه غريبه جدا، يعني عمل كده ولغى الهدف. طب ما انت رحت شفت حضرتك. انا يعني بجد والله والله لقطه غريبه جدا ولقطه مثيره وتستحق ان الحكم يتحاسب عليها. مش يعني انا مش عارف الحكم هل هو ده امين عمر عليك. اللي هو تم أكيد. اختياره في تصفيات كاس العالم 2022 ولا لا؟ انا عاوز اعرف بس الحكم، افتكر حكم الاهلي والمصري بس. خلينا برضو علشان احنا بنعرض المشكله ولازم نقول حلها. انا في اعتقادي الحل ان لازم دايما بيكون كابتن وجيه احمد لازم يكون صارم جدا في الجزء ده، وصارم في جزئيه انه لازم كل حكم يكون عارف وحافظ وشارب ومتاكد من البروتوكول اللي بيتنفذ، والبروتوكول ده ما بيتغيرش من مباراه على الثانيه، ما بيتغيرش من منافس على منافس. انت بتتكلم على انت منظومه وتحكيم محطوط وبنود محطوطه مكتوبه تتحفظ وتتطبق. يا كابتن هاني الكلام اللي حضرتك بتقوله ده عايز شويه مذاكره وعايز شويه اجتهاد. ماشي يا فندم، الكلام ده اللي عمله مثلا الكابتن عصام عبد الفتاح وكان عنده اتحاد الكوره لما كان رئيس لجنه، ولا عمله حتى الكابتن جمال غندور. يعني عاوز اقول لك ايه، حتى التحكيم اصبح برضه وراثه. عندك 60 حكم شباب طالعين ابناء 60 حكم هيتدام حكام في المرحله الجايه. في 60 حكم، في 60 شاب ابناء ل 60 حكم موجودين حاليا في اللجان، هم اللي هيديروا في المرحله اللي جايه. يعني مش فاهم يعني ولادهم ولادهم طالعين. يعني عاوز اقول لك حتى ده بقى في نوع من التوريث. يعني ايه؟ طب هنا المعيار ايه؟ لا لا الكفاءة. انا دايما انا بالنسبة لي المعيار دايما الكفاءة، مفيش شك. بص بقى اللي بيحصل بقى في الدرجات الأدنى، القسم الثاني والثالث والرابع، في كوارث. إذا أنت ما أخرجتش وكان هدفك الارتقاء وإنه عندك قانون حماية الحكم، قانون حماية الحكم زي قانون حماية القاضي، لا يستطيع أحد، وبقولها لك وانت ديك لعبت في الاحكام، يستطيع احد ان يخرج لينتقد حكم؟ مدير فني مسؤول على طول واقف بتفرج بقى على السنوات اللي فاتت، شوف اللي بيحصل. لا شوف وامسك يعني ورا ولا وتعالى راجع، شوف اللي كان بيتقال في حق الحكام ايه. انت هنا تركت الحكم في وصل لمرحله لا نوع من الاهتزاز. يعني لما يطلع مثلا فريجاني ساسي في تصريح يقول لك التحكيم صفر ويمر مرور الكرام ومحدش ياخد باله منه مثلا، عدى الموضوع ده مستحيل يحصل، ويطلع يقول حد تاني نفس الكلام فيبقى في موقف. هنا بقى انت فصلت حسب ايه؟ حسب مزاجة. لا ما حسب واحد، كل واحد وايه وقوته. يبقى انت هنا ما عندكش ميزان، يبقى انت هنا ما عندكش ايه ميزان القرار. حتى لما يجي الفار ميزان القرار لازم يبقى ميزان واحد، لازم يبقى وجيه احمد عاوز ينجح والناس تقول انت كمان. طب هو اصلا في عقوبه او في لائحه
مكتوبه انك انت لو اتكلمت على حكم هتتوقف بشكل لو انت اداري او مدير فني او لاعب او ايا كان. ما احنا بنسال هل المفروض ده موجود ولا لا؟ واضحه. طيب موجود الكلام يعني موجود، انا متاكد ان الكلام ده بره. غير بس لما خلي بالك كمان يعني المراسلين كمان بيبقى انت يعني كمان السؤال بيطرح ايه رايك في حكم النهارده، ايه رايك في قرار الحكم. انا ما بسمعش السؤال ده في مراسلين بره بصراحه يعني، حتى مش هقول العيب. انا سالتك ايه رايك المفروض في انا في الحكم، المفروض انت ترد تقول ايه؟ لا انا ماليش دعوه بالتحكيم. دعوه بالتحكيم بالظبط. انت عارف انك انت ايه ليه بقى يا اخي؟ دايما الفرق الكبيره ما بتعلقش نتائجها على الحكم، حتى لو الحكم مخسرهم. حتى لو الحكم مخسرهم ده حقيقه. ما انا بكلمك اهو، من جملة الاهتمام في يعني من الحاجات المهمة جدا ان الواحد يفتكرها في التاريخ، انه مرة الاهلي في فترة من الفترات تعرض من حكم في مواقف ايام كابتن حسن حمدي كان رئيس النادي الاهلي، واتعمل تحقيق كبير عن المسألة دي، واتاخد لأول مرة رأي عضو مجلس إدارة في النادي الاهلي في التحكيم، وكانت أزمة، وكانت أزمة كبيرة جدا انه ازاي عضو في مجلس إدارة الاهلي يتدخل ويتكلم عن التحكيم، وده نال من غضب الكابتن حسن حمدي بصورة يعني. انا كنت عامل الموضوع واتكلم معايا انه ده الكلام غلط، والاهلي لا ينتظر قرارات الحكم، الاهلي يجبر الحكم على انه يجيب الهدف الصحيح الحكم يحسبه. الاهلي مش مستني مساعده من يعني نفس التعبيرات، الاهلي مش محتاج حد يتكلم على التحكيم، لا التحكيم احنا مالناش دعوه بيه، احنا نلتزم بقرارات يعني انت دورك انك انت تلعب وتكسب وتفوز، لغى لك هدف واثنين وثلاث، لا تلعب وتجيب زي ما حصل في ماتش ايه؟ المصري، لغى هدف صحيح الاولاني، الثاني ماشي في كلام على انه اوفسايد وفي كلام قالوا انه مش اوفسايد، التزام، جبت الهدف الثاني وجبت الهدف، جبت الثالث وجبت الرابع. التحكيم يتخذ منه موقف لما يبقى تشعر ان هناك ايه؟ توجيه. ده الكلام ده بيبقى موجود يعني لما اتعمل يعني تقنيه الفيديو المفروض الاداء يبقى ايه؟ يبقى في تجويد، يبقى في افضل، يبقى الحكم يشعر بالامان، يبقى عنده ثقه في نفسه، ما ينتظرش. تيجي انت تربكه من خارج البروتوكول وتقول له لا اصله حاسب، ده انت المفروض تديله انذار، ترجع تديله انذار، لا ده الكره دي كورنر، مالك انت بالكلام ده؟ مش من دخلك الكلام ده. فهنا اذا لم يكن هناك في ميزان واحد لكل القرارات المتشابهه، هنا انت بتفتح الباب انه ده يتكلم على ايه، المجامله وغير المجامله. دي حاجه. الحاجه الثانيه، 50,000 مرة اتكلمنا وتعبنا من الكلام، فين اللائحة الموجودة؟ لأنه أي حد يتناول التحكيم بكلام داخل المنظومة الرياضية المفروض يبقى في قرار وفي عقاب وفي تصرف، لأنك عشان تدي الحكم ثقة وتخليه واقف على الاثنين، ما بيخافش من الأهلي وما بيخافش من الزمالك وما بيخافش من الإسماعيلي ولا من بيراميدز، إنه عنده ثقة إنه قراره هيحمى بالصورة المطلوبة لتحفظ به كرامته. لكن اللي حصل على مدار السنوات اللي فاتت كثير من المهازل، كان في محاولات برضو فيها برضو. كان في محاولات يعني كل رؤساء لجنة الحكام حاولوا بقدر الإمكان انه يحموا الحكم، لكن اتحاد الكرة لم يحمي الحكم. يبقى انا بكلمك اهو، لما تدار بنظام عادات العرب تبقى دي مش مسابقة، لا مفيش كورة. ما انت عاوز دوري، انت عاوز دوري ليه قيمة؟ ما تبص على مقاسات التحكيم عندك يا كابتن هان، يعني قول لي مين الحكام. ماشي عندنا قائمة حكام دوليين، 7 حكام دوليين، فين انت موجود في المنصات الرسميه حتى على الصعيد الافريقي؟ لا عندنا حكام كويسين، بس مش بالقدر الكافي ان في دوله كبيره زي مصر. زي ما بنتكلم مثلا على عدد المحترفين، انت برضو مصر ما عندهاش عدد محترفين بالمستوى الكبير مقارنه باللعبه بيجي الشعبيه بيجي الاولى بيجي يعني بيجي ده تنظيم بيجي بيه باللي يدير من تحت كمان بالظبط، اللي بيدير الكوره هو نفسه عاوز ينجح، يعني عاوز يعمل حاجه يحط قواعد ثابته يقول ان انا عملت حاجه تتحسب لي بعدين. التحكيم لم ياخذ حقه من الاهتمام، كل سنه وسنه مستحقاتهم، ولا في نظام، والعمليه بقت فيها مجامله، وفلان كلم رئيس النادي عاوز الحكم الفلاني. حاضر يا فندم، انت عارف لو عاوز الحكم الفلاني ده مش في حاجه جريمه اصلا. لو حكم كلم رئيس نادي قال له اسالك سؤال، في حاجه اسمها حكم فلاني ما يحكمش النادي؟ لا مش من حق. هل ده الكلام؟ لا طبعا، لا ابعده قال عني، لا انا مش عايزه، لو جبته لي قال ايه الكلام ده؟ مين يقدر يقول الكلام ده يعني؟ في اي يعني هل هو ده جاي نازل حكم نازل؟ لو ثبت بالدليل انه الحكم نازل يخسر فريق ده تبقى مصيبه.
اصلا فكره يعني ان حكم يجي لي انا مش عايز اكلم فلان عشان انا الحكم ده قبل كده حكم لي وكان وحش فما جبلوش الماتش اللي جاي الكلام ده مش موجود في الكوره اصلا. بس هترجعنا لنقطه تاني ان ما عندناش رابطه الانديه المحترفه اللي بتنظم كل ده. تام. بص حضرتك لا محتاج على المستوى كرة القدم مصر لا فيها مشاكل كتير. وانت طرحت الملف من البدايه انا بقول لك الاحد واخطر مشاكلها هي مشكله التحكيم. في عدم لا مبالاه وفي عدم اهتمام. انا بطالب انه حتى لما يجي يختار الحاكم تعمل له كشف هيئه. زي ما بتعمل كشف هيئه في الكليات العسكريه والولايات القضائيه. الكلام مش موجود. بتعمل كشف هيئه للشخصيه ولقدراته وتحمل الضغوط. ونبقى طب انت لاحظت حاجه؟ في لعيبه كوره بيعتزوا بيتجهوا للتحكيم. قليلين قوي يعني حتى اللي راحوا الكلام ده ما فيش قالوا هنعمل اكاديميه للتحكيم والكلام ده من ايام رحمه الله عليه الكابتن سمير زاهر ما فيش حد ينفذ الكلام ده عشان تسير على ليه المفروض يبقى عندك ايه خلاص انت دخلت مرحله انت عاوز بطوله ومسابقه يبقى ليها ثمن يبقى ليها سعر يا سيدي هات طور يا سيدي هات ناس من بره هات ناس من عندنا كويسه في ناس عندنا تقدر تعمل شغل يا سيدي شوف هات ناس واشتغل عليهم يعني عاوز اقول لك ايه صلح اخطائك هات ناس تعلمك مش انت مش احسن من السعوديه ولا من الامارات ولا اتطوروا بقى بص لما انت تحتك وتقعد مع ناس اصحاب شخصيه وقيمه وتقعد معاه مره وتدرس معاه ويدرسك ويعلمك هيبقى في نقل على الاقل هتكتسب شخصيه بعد بكره بعد السنه بعد اثنين هيبقى في عندك ملامح. اللي حضرتك اتكلمت فيه بعض الدول العربيه طبقتها يعني مثلا الامارات استعانت باداره تحكيميه او جابوا خبير تحكيمي بشكل او باخر وبدا يجي يقعد ويحط اسس. بس هنا ما طب لا اصل انت طب هقول لحضرتك حاجه انا ماشي فاصل في الدرجه الثالثه ومش مننا طب هقول لك حاجه انا عاوز الكابتن فين احكم يعني لا انا بتكلم في مبدا ان احنا ليه ما نستعينش بخبرات بره على سبيل المثال ريال مدريد ريال مدريد انت بتتكلم على ريال مدريد عشان يطور ويكبر الفاليو بتاع القيمه التسويقيه ليه عمل ايه ما عندوش الخبره الكافيه جوه اسبانيا جاب واحد خبير من كندا قعد اشتغل سنتين رفع القيمه التسويقيه لريال مدريد ل 3.7 مليار يورو متخطي به المان سيتي. سيبك من الرقم رقم مرعب يعني انا بتكلم على الفكره ان انت ريال مدريد من افضل الانديه على مستوى العالم خلال يمكن عصور كثيره انه ما عندوش ابدا الايجو ما عندوش الكبرياء انه يقول لك لا ده انا عندي جزئيه دي عايز اعليها وفي خبير على مستوى عالي جدا ممكن استفيد بيه عشان يعلي لي القيمه ديت فجاب واحد من كندا وده قعد سنتين ومشي انه لازم يبقى سنتين يعني سنتين ومشي طبعا. سابهم عشان يروح يعمل تجربه ثانيه في احد الانديه في امريكا فليه ما عندناش الجزئيه دي في ثقافتنا ان احنا لما يكون عندنا مشكله في حته وانا عارف ان الاستاذ محمود عنده خبرات كبيره جدا في الحته دي لا تعالى يا استاذ محمود عندي مشكله حلها لي ليه ما عندناش الثقافه دي؟ لا يعني ايوه لا ليه ما عندناش الكلام ده؟ مش بالصوره يعني الكلام اللي انا بقول لك عليه ده نقطه اساسيه في منتهى الخطوره لما فكرنا حتى نعمل رابطه الانديه المحترفه شوف تم استدعاء كثير يعني من الدوري الانجليزي ومن الايطالي جت ناس كتير ايه النتيجه كانت؟ كل التوصيات والكلام اللي اتعمل المؤتمرات اتعملت والنتيجه صفر احنا محلك صفر لان انا مش عايز اتحاد الكوره ومجلس الاداره مش عاوز يسيب الكعكه اللي هي الدوري هي اقوى حاجه ايه؟ مسابقه الدوري وزاره مسابقه الدوري وانفصلت خلاص اتحاد الكوره ما بقاش ليه غير ايه؟ مسؤول على المنتخبات ومسؤول على هو شايف لا هيبقى شيء جديد ويبقى صراع جديد ومختلف مش راضيين ننفذها مش راضيين ننفذها طيب انت لما تعمل حاجه زي كده هل لما تجيب رئيس للرابطه هتجيب رئيس نادي ولا هتجيب رئيس مدير شخصية قوية جدا وبمرتب ومقابل مهمته ان ينجح الكورة يوصل تشتغل بفلوس لازم الناس تشتغل بفلوس لازم فلوس ولازم تطوير ولازم شغل طبعا. عندك بنية تحتية وعندك ملاعب وعندك امكانيات وعندك قدرات تعمل من انجح البطولات على فكرة لكن في ناس مش عاوزة الكلام ده يتم زي ما بقول لك ايه التحكيم احنا شوف بنتكلم من كام سنة على انه محتاجين نعمل نقلة للتحكيم محتاجين نجيب ناس تطور وتعلم مش عارف ده في قهوة للتحكيم على فكرة لو انت عاوز تعمل في مشاكل التحكيم تعالى اخدك على الهوا ناحيه العباسيه في قهوه مش عارف تروح تسمع وتشوف يعني سلسله نادره من قرارات الحكام ومن التفاصيل ده في يعني في في مناقشات بيجتمعوا عليها وعارفين وصراع ما بين جماعه مثلا تبع فلان وصراع ده الحكام يعني في قهوه الحكام مع بعض الحكام بتوع الدوري بيروحوا يقعدوا في قهوه يقعدوا ده مجموعه تبع فلان وده مجموعه تبع فلان وده بيقطع في ده وده بيقطع في ده تبقى تنجح من فين؟ لكن انت لو جيت فكرت مثلا
المفروض بقى في المرحله الجايه يعني عديت الموسم ده، الموسم الجاي المفروض يبقى عندك قرار بايه؟ انك تجيب حد من بره ومسؤول وتجيبه وتكلفه تطوير التحكيم ويعلمك وتجيب معاه ناس تشتغلوا ها، وهو بقى اللي يحدد ويختار ويحدد يعني يقعد معاك سنه يقعد معاك سنتين ثلاث سنين، لكن يطلع لك ايه؟ يطلع لك حاجه محترمه، يعمل لك مسابقه قويه، يعمل لك خلاص يا جماعه خلاص الناس ما عادش عندها مقدره تستمر في هذا العبث. الى يعني بامانه شديده لما تبص على التحكيم بتاعها لا في مشكله، لا متراجعين عندنا ناس كويس ما عندها ثقه، مش ظاهرين بالصوره. بس انا شايف ان يعني مع الفار انا شايف ان الدنيا اتعدلت شويه يعني في اخطاء، بروتوكول مش ماشي بشكل كويس، لكن برضو الصوره اكيد مش زي ما احنا عايزينها، اكيد مش زي صوره مثاليه، وده الصوره المثاليه في التحكيم مش موجوده. بص هي لكن كره القدم متعتها في المتعه في الاخطاء والكلام ده حقيقي، ده حقيقي. بس ايه بالمنطق يعني عاوز اقول لك ايه، يعني انت في قرارات يعني دايما يقول لك شوف اللعبه دي اتحسبت فاول وخد انذار، نفس اللعبه في مكان تاني ياخد كارت احمر. طب على اي اساس؟ انت التضارب في نفس الموقف، هنا انت عملت كده وما رحتش، وفي هنا خدت القرار وما رديتش، لما مش عاوز مش لا تقول لي فار اديك انذار، لو قلت لي فار اديك انذار اديك انذار ده يعني سجع الراجل بيقسم خلاص. وبيقول الكلام ده ويعيش الدور في مين؟ على انديه صغيره والناس المؤدبه المحترمه، لكن لو عارف اللي قدامه هيخوفه هيفكر مليون مره، هي دي المصيبه، هيفكر مليون مره قبل ما يتكلم، يقعد حتى لما ياخد قراره يعمل نفسه ايه؟ مش واخد باله ومشي اللعب خلاص. فانا عاوز اقول لك ايه، عندما يغيب الضمير يكون نتيجته ما يحدث من التحكيم. مش عايزين نقول غياب يعني الضمير، لا احنا مش عايزين نخش في كده، لكن انا حاقدك في حته تانية يعني، وده كمان مهم، ان احنا بنتكلم على البروتوكول والحكم لازم يكون عارف، الحكم الساحه وحكم الفار نفسه اللي بره لازم يكون فاهم الكلام ده كويس قوي. طب ما انت عندك مشكله كمان في اللعيبه، ما انت لازم اللعيبه مش كل لازم اللعيبه كمان تعرف امتى اروح، وطبيعي ان هو ما يروحش يعني، امتى اروح اطالب ان القصه دي تتشاب بالبار او لا، ما هو كمان الحته ديت تاني على لجنه التحكيم، شغل لجنه التحكيم انها تبعت حد للانديه تقعد والله البار، انت البار عندنا بيتحسب بواحد اتنين تلاته، عشان كمان اللعيب هو في الملعب يعرف، مش كل واحد يقول له طب دي فاول بص على البار، اصل ده اوت عليا بص على البار، فكمان عمليه انك اللعيب كمان يكون عارف تقنيه البار دي ايه، ده مهم برضه. ما ده شغل برضه لجنه الحكام والانديه مع لاعبتها، ان هو لازم يعرفوا ازاي امتى الانديه تطلب ايه الحاجات واحد واثنين وثلاثه واربعه اللي انت تتكلم فيها مع الحكم، اللي تطالب فيها في حكم الفيديو ان هو تعيد لقطه مهمه جدا، اختارها اللي هي ضربات الجزاء، اختارها اللي هي الكره الاوفسايد، اختارها الهدف، اختارها مثلا الدخل بعنف اللي هي الكارت الاحمر الحمراء. هنا الكلام ده المفروض يبقى ايه؟ انت كنادي مجهز لعبتك وجايب حكم بتقول لهم من لجنه الحكام مزبوط. رسميا رسمي مزبوط. خطاب رسمي، انا جايب عاوز اعرف واحد اثنين بروتوكول طبيعته ايه بالزبط. الحاجه الثانيه كمان الحكم نفسه لازم يبقى حريص على نفسه، محدش هيدافع عنك لانك انت قرارك انت اللي هتحمل مسؤوليته، مش اللعيب اللي هتحمل مسؤوليته، فانت لازم تبقى واخد بالك انك انت كل الناس شايفاك ومحدش هيسكت خلاص، في 100 مليون لسان وعين وكلام كله هيتكلم. فانا عاوز اقول ايه؟ انه لجنه الحكام رغم انها تمر بمرحلة انتقالية لكن فعلا بامانه شديده محتاجه شغل والتفكير من دلوقتي، ولما يجي اتحاد كوره بالانتخاب اعتقد لازم يكون في نقله مختلفه خالص في التحكيم. اولوياتي انت لو جه بكره خلاص عندنا اتحاد كوره منتخب، حضرتك تقول لي الاجنده اللي حضرتك بتطلبها من هذا الاتحاد لتطوير الكره المصريه. لا ده لا بنود، قول لي واحد اثنين ثلاثه اربعه. انا قلت لحضرتك ايه؟ ده هو لو جه وعمل واحد اثنين انت تتمنى انت تقول له ايه؟ انت دلوقتي اقول له عايز انا عايز منك خلال الاربع سنين اللي حضرتك قاعدهم جدول مسابقه يعني جدول مسابقه منتظم بدايه ونهايه واضحه بترتيبات، ما تقوليش اصل عنده ظروف، اصل عندي بدايل، اصل دوري ابطال افريقيا، اصل طب يعني جدول خلاص دوري منتظم خلاص ماشي تمام. انت عندك هنا في اللقطه دي هنا حضرتك هتقول لي اصل القوايم اصل الاصابات، يا سيدي عندك بدايل وتقدر تطرح يا قوايم مفتوحه يا اما تطرح هي مشكله ما هو انت مشكلة هو دي مشكلته انت بتقول له انا عايز زي كذا تديني حل في المساله فيه. دي نمره اثنين بطوله منتظمه، عاوز تحكيم قوي جاي تحكيم قوي التحكيم. يكون يعني حاسم في كسي يعني في قراراته، مش محتاجه لائحه انضباط واضحه
لائحة انضباطية الرقابات يبقى شكلها من اول بدايه الموسم، مش تتغير في النص حسب المزاج وتمشي على الجميع. لجنه مسابقات تعلن لائحه العقوب، يعني اذا كانت تم اخذ اللائحه من لجنه مسابقات وديها لجنه انضباط لفرض السيطره على طول، يبقى عارف مش محتاج كلام. حلو. قرار تم حاله فلان واحد واثنين نتيجه صدر منهم ضد التحكيم، صدر منهم ضد شخصيات شخصيات اعتباريه، الكلام ده كله لائحه واضحه، لائحه واضحه للجميع. للجميع طبعا. انت كده قلت قلت على دوري منتظم جدول تحكيم، القيمه الماديه لبيع المسابقه والمستحقات الماليه، يبقى التسويق للمسابقه. لازم كمان انت تبقى حاطط في اعتبارك دعم الانديه الصغيره، دعم الانديه الصغيره في الدوري الممتاز، ودعم حقوقها توزع، وايضا الانديه في الدرجه الثانيه والثالثه محتاجه انك انت تنمي اللعبه، لان دول امكانياتهم الماديه مش بالصوره المطلوبه. فانت لازم تاخد جزء، زمالك نوزع لو هم عملوا رابطه الانديه المحترفه، هناخد جزء من هنا عشان نوزعه. يبقى رابط اول حاجه رابطه الانديه لازم رقم واحد. يبقى كل اللي كل ده اللي بيعمله ده الرابطه، دي الرابطه اللي بتعمل الكلام، اللي هي عشان بس الناس تكون فاهمه. بعد كده يبقى عندك انت توزيع الحقوق والنصاب الرسمي لسعر البث التلفزيوني، العائد والبث التلفزيوني والكلام ده حسب الانديه، وتتاخد كله. يعني لازم يبقى في ايه، في نوع من الترابط الانديه، مش انا وحدي بس مش عاوز حد معايا. لا، لو مش وحدك مش هتقدر تلعب وحدك، انت لازم يبقى الناس دي كلها معاك موجوده، عشان يبقى في منافسه، عشان يبقى في بطوله ناجحه، عشان يبقى في اداء، عشان يبقى في عندك لعيبه واسعارها ترتفع وتعرف تبيع وتشتري وتبقى الموضوع واضح. ثانيا، مطالب من اتحاد الكوره بقى مش من الرابطه، هنا توسيع قاعده الناشئين يا كابتن. طبعا في مشكله عندك، طبعا انت شايف المواهب قلت بالصوره الواضحه، في خلاص في حاله نضوب للمواهب على مستوى العالم، مش على مستوى مصر بس، لا على مستوى العالم. انت هنا محتاج تطور وتغير وتدور، وكمان في الاهتمام بالمدرب، تطوير المدرب. المدرب طبعا ده اللي هو يعني ده المعلم، ده الصنيع اللي بيدور لك، اللي بيطلع على حته وبيقعد ينظفها بالذهب ويعملها ويلمعها وتبقى يقدمها ويقول لك اتفضل. النوعيه من الناس دي لازم تاخد حقها، يعني المدربين الصغيرين دول لازم يجيبوا ويدرسوا ويتعلموا، اجيب لهم ناس اعلمهم ويروحوا دورات مظبوط. انا عاوز اقول لك ايه، المساله منظومه متكامله، مش مساله كلام. انك انت لازم تحط تفرش كده انك انت عاوز تطور وتنقل، لانك انت داخل في مرحله. شوف انت النهارده بطوله افريقيا اخر مره فزت بيها كام؟ 2010 بالظبط. خلاص النهارده كام؟ 20 10 سنين، ولسه يعني الخوف انك انت تطول المسافه عشان تستطيع تعيد نفسك، رغم انك انت وصلت للمباراه النهائيه في 2017 قدام الكاميرون وخسرتها في 10 دقائق. ده التوفيق وعدم التوفيق. خلاص، لكن انت ايه محتاج تبص بالنظره دي. ايضا عوده الاهلي والزمالك ومعاهم الاسماعيلي والمصري والمقاولين لدوري ابطال افريقيا وكاس والكونفدراليه والفوز بيهم، ده برضو بيدي دفعه وبيحط بيعمل لك الترند بتاعك بيعلى، بيرجع تاني، يبقى عندك لعيبه اكتسبت خبرات، ده بيأثر كله تأثير ورد فعله فين على المنتخب. ده بيبقى عندك قاعده من تحت، انت عندك المنتخبات المفروض تجيب لها مدربين عندها خبرات، بلاش اكيد بلاش شغل المجاملات، لازم تجيب مدربين خبرات كبيره جدا. ممكن اجيب مدرب ادى عمره كله في الدوري واجيب واديله اعلى مرتب واقول له اتفضل اعمل لي منتخب ودور لي على لعيبه عشان ده صالح الكره المصريه، صالح اشخاص. فدي نقطه من الحاجات اللي لازم الفكر يتغير فيها، لكن الاستمرار على نفس المنهج، وان انا اجيب فلان وقريب واجامل فلان وعلان، يعني لو كان يستحق ما فيش مشكله، لكن الصالح العام يتوجب عليك انك تفكر بعين ومستقبل ابعد. شايف لازم تبص على اللي حواليك عاملين ايه، لازم تبص على الشمال افريقيا عامل ايه، غرب افريقيا عامل ايه، وسط وشرق افريقيا عم يتطوروا وراحوا فين. الكلام ده كله لازم يبقى فيه متابعه، خاصه ان الناس دي خلاص عدد المحترفين فاقك بمراحل. يعني انت طبعًا يعني انت في 2019 نيجيريا مطلعه 300 محترف، احنا ولا حاجه، ده تقرير عملناه صحيفه فرنسيه. كوت ديفوار مطلعه 280، غانا مطلعه مش عارف 190، المغرب مش عارف مطلعه 50، الجزائر مطلعه 30، احنا فين؟ مفيش. عمليه ان احنا زي ما قلت لك حتى على مستوى المحترفين اللي بيطلعوا بيحترفوا، ما خلي بالك الاعداد ديت مش لازم كلهم بيلعبوا في التوب ليفل، في ناس بتلعب في الدرجه الرابعه وبيلعب في الدرجه الثالثه بس يعني إيه؟ بس بيلعب بره، يعني خارج البلاد كده بعد فتره الايه. طبعا بيبيع خلاص. بيبدا من مرحله لمرحله لغايه ما يطلقت، وهو نفسه بيدافع عن نفسه، بيقدم نفسه وحلمه والكلام ده، بيبقى تبقى يعني ايه، يعني انت ايه، بص على زي بدايه ايه محمد صلاح مثلا. محمد صلاح استثنى يعني، هو طبعا بالظبط يعني. انت عندك كل الطموح المصريين واولادهم نفسهم يبقوا محمد صلاح، طبيعي ده مش فيش خلاف عليه،
لكن عاوز اقول انت محتاج القاعده نفسها، محتاج انك تروح بعيد، محتاج تروح ايه الصعيد، توسيع قاعده اللاعبين اللي يعني والشكل اللي موجودين مقيدين في اتحاد الكوره انهم لعيبه كوره. في المانيا على فكره انا بتكلم في رقم بعد اذنك رقم وبرضه لا انا بتكلم في 2007 كان عدد الاسماء او اللاعبين المقيدين في الاتحاد الالماني 6,730,000 لاعب، 6 مليون. فده رقم كبير، انا بتكلم في 2007 2006. طب النهارده كام؟ فانت ممكن الرقم ده تضربه في 2 دلوقتي، انت بتتكلم في 12 مليون او 11 يا عم 10 مليون لاعب مقيد. احنا عندنا 135,000 حاجه كده، احنا ما عندناش غير 150,000 لاعب مقيد بس. رغم ان مصر تقريبا عدد سكانها زي المانيا، فانت بتتكلم على شوف الرقم. طب لا شوف الرقم، من 10 مليون مفيش. لانك انت عندك يعني تم قضاء على اللعبه مثلا في قطاع الصعيد بالكامل مش موجود. يعني كنت تسمع دايما عن المني والالومنيوم، وادي اسوان بيرجع كل فتره يغيب ويرجع تاني، وسوهاج واسيوط بيروح ويرجع. يعني ايه الجزء ده محتاج من التطوير انك انت تدعمه وتوقفه، لانه يعني عشان تدعمه وتوقفه برضو احنا محتاجين فلوس. ما انا بكلم عشان نحتاج الفلوس انت محتاج مسابقه، وعشان تعمل مسابقه كويسه محتاج فلوس، انت محتاج شركه تسويقيه اقوى كتير جدا جدا من المعتاد، محتاج انك تكبر الفاليو بتاع او قيمه الدوري المصري بالبس. ايه المشكله ان ممكن جدا يبقى في عندك سبونسر معين؟ ايه المشكله انك ممكن تقعد سنتين يبقى الكلام حساس شويه؟ لا ممكن جدا تشفر الموضوع لمباريات معينه، كل الدنيا بتعمل كده عشان تعلي الفاليو بتاع الدوري، فممكن جدا دي سكه ممكن نمشي فيها. القضيه الاساسيه يا كابتن هاني والنجاح انك ازاي ترجع الجمهور، يعني بعد ان شاء الله مرور جائحه كورونا ان شاء الله. خير. انك انت شوف التفكير انك انت مهم جدا عودة الحياة للملاعب، لأن الجمهور بيزيد من قيمة إيه؟ يعني شوف يعني المسابقة طبعا وبيديها نجاح وبيدي كمان دفع للعيبة. يعني في فرق لما تقدم عرض مسرحي بدون جمهور، مباراة كورة بدون جمهور، خلاص احنا تعودنا طبعًا على الكورة بدون جمهور رغم ما لهاش إيه؟ صح. يعني لكن هي خلاص أنت تعودت على الوضع، وشوف فرضت عليك كمان الظروف الوضع. فأنت في كثير من النقاط بتحتاج إلى ناس مخلصين، إلى ناس هدفهم شأن البلد رفعتها يعني وضعها في مكان، مش مصالح شخصيه. ما ممكن تحققها في خلال النجاح ده مصلحتك الشخصيه بصوره او اخرى، مش لازم تبقى هي رقم واحد، لكن هدفك الاساسي ازاي تطور لصالح البلد، ازاي بقى عندك فرصه تدي الفرصه تبقى متاحه للجميع لتطوير اللعبه. مزبوط. خلاص تطلع بقى فرق وتطلع لعيبه، لكن مساله بقاء الوضع على ما هو عليه واقتصاره على الوضع اللي احنا شايفينه ده بهذه الصوره، لا ده وضع ماساوي رغم الظروف الاستثنائيه اللي احنا بنمر بيها. لكن اعتقد ان احنا نقدر نعمل مسابقه اقوى من كده لو تم التفكير فعلا الهدف اللي هو النجاح وانجاحها، وهدفها كمان الهدف الاسمى، لان كل ده بيصب في حاجه واحده هو منتخب مصر. طبعا اذا ما كانش عندك دوري قوي، ولاحظ ان احنا خدنا وتصيدنا افريقيا 3 دورات متتاليه بفضل ايه الدوري المصري، الدوري المصري اللعيبه المحترفه داخل الدوري المصري كان افضل لعيبه، وكان حتى عدد المحترفين مقارنه ما يجوش 3 لعيبه او 4 بالظبط. لكن كان الاساس فين؟ في فرق، في منتخبات خدت الفكره، منتخب زامبي خد الفكره انه بعد قاعد يفشل من خلال كل المحترفين ما يعرفش، استمد على الدوري خد بطوله كاس الامم الافريقيه حرف رينار، قال لك انا خدت التجربه اللي عملتها بس. يعني عايز اقول لك ايه، يعني انت كنت مبدع في انك انت دوري قوي كان نتيجته ما حصل، عليك ان تعيد لهذه المسابقه قوتها من خلال الاهتمام بيها وتقويتها وتوفير كل الاجواء ليها لانجاحها، من خلال انت عندك مجموعه من الملاعب تخليك يعني تعمل مش مشكله في دلوقتي في البنيه الاساسيه موجوده. ممكن يعني عاوز اقول لك عندك الفرصه، بس عاوز ايه؟ عاوز الناس الاشخاص اللي هم عندهم يعني انا بس مش عايزك تكون متشائم النهارده حاسس انك متشائم شويه، لكن لا حاسس كمان ان الكلام طالع من قلبك ودايما بتتكلم للمصلحه العامه، لكن في سحابه تشاؤم كده ان شاء الله. احنا عاوزين نشوف بس حاجه كويسه مصر احسن ان شاء الله، لان احنا ممكن نبقى احسن من كده. طبعا احنا عندنا امكانيات، احنا ممكن احسن من كده مش بالكلام بالفعل، بس عاوز اقول لك في كام تكه كده، في ناس كده محتاجه ان هي يعني لا خلاص شكرا، ندور ونطور والافضل ونخرج بقى من دايره المصالح الشخصيه بقى، خلينا في المصلحه الاساسيه. فعلا عندنا ازمه مواهب، فعلا عندنا ازمه ومشكله. انا من الناس اللي برفض العدد الكبير من اللعيبه المحترفين في الدوري المصري، محدش يزعل مني يا جماعه، لا انا شايف ان ولادنا يستحقوا يكونوا هم الموجودين،
يعني انا باخد لعيبه منتخبات تانية انا اللي بصعدها وبنميها وبكبرها وبعلمهم، ممكن اجيب يعني كان عيب قوي نجيب مدافع محترف اجنبي، كان عيب قوي لما اتعمل جبنا حراس مرمى وخدوا القرار، كان قرار صائب جدا ان كان تاثر حراسه المرمى في المنتخب. ممكن اجيب مهاجم يعني ايه فز فلته فيعلم اللي عنده، مشوار طويل قوي، فالمساله موضوع يعني تخطيط، محتاج محتاج خطه طويله الاجل، وان شاء الله يعني نشوف بلدنا افضل ان شاء الله. في نهايه اللقاء طبعا بشكرك استاذ محمود، منورنا ومشرفنا دايما ودايما على اللقاء بيك وحوارات، بس معاكم ان شاء الله تبقى متفائل المره الجايه ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك، ودي الفقره الثانيه، الفقره اللي جايه ان شاء الله مع الكابتن شريف عبد الفضيل، انتظرونا بعد الفاصل.